اهلا وسهلا بكم متابعينا الافاضل، صباح الخير عليكم جميعا. اليوم كنتواجدوا في جامعه المنزه، بالضبط من دوار ولاد مبارك التابع لجامعه المنزه. كما كتشوفوا معنا على المباشر في عمليه الهدم تطال منازل، يعني مبنيه اير بليس دو. كما كتشوفوا معنا على البث المباشر الحجم ديال هذه المنازل، هذه حتى هي شملتها عمليه الهدم. كنشوفوا معنا متابعينا الافاضل، فالعمليه كيشرف عليها السيد رئيس الدائره مصطفى بن زياد، كذلك رفقه الاعوان السلطه وحضور رجال القوات المتعدده. فكيف ما كتشوفوا معنا في الاجواء ديال الدوار، يعني هذه تقريبا يعني ما يزيد على جوج ديال الاسابيع وعمليه الهدم لا زالت مستمره بعد الجماعه هذه. كيف ما كتشوفوا معنا على المباشر هذا المنزل هذا. دويرة دويرة كما كتشوفوا معنا الملك ديال هذا البيت هذا هو هذا السيد هذا. كما كتشوفوا معنا انتم الان اجر العشبي الله يرضى، وانا لله وانا لهذا مرفرة. كما كتشوفوا معنا متابعينا الاخابر صاحب البيت حتى هو حاضر في الشهادة العملية ديال الهدم. كنشوفو معنا متابعينا الافاضل انه عملية الهدم غادي تشمل كذلك باقي المنازل. فالعملية تشمل المنازل اللي ما عندهاش التدر، المنازل اللي ما عندهاش القانون، اللي مبنية بدون يعني بدون بلا بلان بلا تا شي حاجة، كيكون بناء عشوائي تبنى قديم. الان العملية ديال الهدم يعني كطال جميع المساكن اللي
اللي ما عندهاش رخصه ديال البناء، اللي مثلا كانت تبنات واحد الظروف واحد المعايير يعني ما غير مرخصه، فهي الان كتتم العمليه ديال الهدم ديالها. بالنسبه للارض اذا كان الانسان تيملك يعني الملكيه ديالو، شهاده الملكيه ديالو مؤقت، فراه الارض ديالو كتبقى ليه، كيدير غير اعاده الهيكل، يقدر يعاود يبني وفق يعني البلان الجديد اللي كترخص ليه الجامعه. كما كتشوفوا معنا متابعينا، بعد لحظات هذا المنزل هذا اي تم السقوط ديالو. صاحب المنزل راه واقف امام البيت ديالو، راه هو والسيد اللي لابس فوقيه بيضاء قبيله مني كنا بدينا البث، رجال عندنا وقف قدام البيت ديالو. للاخبار فقط، فهاد العمليه هذه غادي تشمل يعني جميع المنازل اللي كتواجد في اقليم عمل التسكيره تماره اللي ما مسوياش الوضعيه القانونيه ديالها. دونك هذا فقط اخبار، لانه المعلومه هذه تحصلنا بها اي حاجه عشوائيه ولا مثلا غير مرخصه، فسيد ولي العقوبة عطى تعليماته باش انها تهدم، يعني وداعا للتغاضي بغض النظر على بنت هاد الخروقات هادي. الان جاء الوقت باش انه يعني تحارب العشوائيه في اي مكان كان. فالبارح كيف ما شفتوا معانا كنا في تماره في المقاطعه الثانيه، فكان دار واحد الحمله شرسه ضد يعني صحاب الكراراس وكذلك الجراجات يعني المخازن السريه اللي كيفتحوا يعني بدون رخص، كيستغلوا مثلا الكراجات باش يخزنوا المواد الغذائيه ولا الخضر والفواكه باش تباع يعني بدون يعني اي سند قانوني. وكذلك شفنا تحرير الملك العام، مجموعه من المقاهي اللي كانت كتستغل الرصيف وباني على الرصيف حتى هي تم الهدم ديالها. كذلك العمليه غادي تستمر الى حين انتهاء العشوائيه بعملات تسخير التماره، يعني يجب ان يسجل زيرو عشوائيه في هذه المدينه هذه، هذا الاقليم هذا بالضبط، لان الاقليم كله الان تعرف واحد الحركيه في اطار عمليه الهدم. انتم الان حنا كنتواجدوا في جماعه المنزه، كاينه جماعه الصباح الان حتى هي منزله للقوه تهم تهدموا فيها، كاينه الغرغوره تماره جميع المقاطعات كلهم خارجين تيديروا عمليه الهدم، يعني دور الصفيح اللي باقي كيتواجدوا في المناطق القرويه، المرس الخير عين عتيق، المهم تقريبا جميع الجماعات اللي كتواجد فيها مثل هذه البنايات هذه العشوائيه اولا دور الصفيح، وكيتم الهدم ديالها. استجمال دوينا على اصحاب المقاهي في شارع طريق بنو زياد. الان كيف ما قلت لك قبيله بلي ان العمليه ديال تحرير الملك العمومي السيد الوالي عطى التعليمات ديالو باش تبدا بمقاطعه، لان المقاطعه الحضريه الثانيه البارح كانوا فيها القياد ديال المقاطعات كاملين. كما كتشاهدوا معنا متابعينا، فالبيت الان يعني هو تم السقوط ديالو. نرجع معكم المعلومات بخصوص يعني تحرير الملك العمومي، فانا كيف ما قلت لك اللي طرح لنا السؤال بلي انه سي جمال طرح السؤال ديال تحرير الملك العمومي في شارع طريق بن زياد، فهاد العمليه هذه راه جايه يعني لا مفر منها، لان السيد الوالي عطى التعليمات ديالو باش انه العمليه ديال تحرير الملك العمومي تمشي مقاطعه بمقاطعه، لان كل مقاطعه تحضروا فيها القياد كاملين يعني كيواكبوا العمليه. البارح ثلاث ايام، البارح كان ثلاث ايام، النهار الثالث في المقاطعه الثانيه يعني ما خلاو حتى شي حاجه، وباقي الحمله مستمره، تقدر تكون حتى اليوم تقدر تكون حتى غدا، الى حين تسجيل صفر عشوائي هذيك المقاطعه وغادي ينتقلوا للمقاطعه اللي كتجي من موراها. دونك المقاطعه الثانيه في تماره هي النموذج اللي غيمشيو عليها باقي المقاطعات في المدينه كلها،
يعني تحرير الأرصفة، العربات المجرورة، دوك لي كيوسك اللي كيتبناو بدون قانون، لأن كاين واحد المجموعة ديال لي كيوسك كيداروا في الأزقة، كيستغلوا من العساسة، أصحاب المرارات. البارح كان واحد التدخل بطولي للسيدة القائدة اللي حررت واحد المقهى كان كيتستعمل في التجارة في الحشيش، وكذلك الاستعمال ديالو، يعني ملي دخلنا ليها لقيناها ما فيهاش معايير ديال المقهى كاملة، ما فيهاش الريحة عامرة بالحشيش. البوليس جا ومهم داروا التدخل ديالهم، يمكن لكم تلقاو هذا المباشر هذا عندنا في الصفحة. فكيف ما قلنا لكم أن العملية ديال تحريمك العمومي في تمارة راه غادي تشمل جميع المقاطعات، راه شارع سميتو شارع الأدارسة اللي تيعمر وهذا حتى هو جاي العملية، أنا راه حتى واحد ما غادي ينجى من هذه العملية هذه. دونك السيد الوالي القدوم ديالو تفائلنا به خيرا، الحمد لله راه الأمور كتمشي مزيان. تمارة راه ولينا كنشوفوها نهار على نهار كتزاد فيها شي حاجة، كتغير شوية بشوية. الان تطور على باقي الجماعات، اليوم جماعه المنزه اللي كنقول لكم منها المباشر بدات فيها عمليه الهدم ديال المنازل غير المرخصه، بحال هذه المنازل هادو هي اير بليس 2 جوج طوابق، راه كيتم العمليه ديال الهدم ديالها، وكاين منازل اللي فيهم طابق واحد انتم كيف ما كتشوفوا معنا حتى هما كيتم عمليه الهدم ديالهم. غايقول لك الانسان علاش كيهدموا لهم الديور، علاش هاد الديور هادو كيتهدموا؟ هاد الديور كيتهدموا لانهم ما عندهمش رخص ديالهم مبنيين بلا بلان، يعني ما كاينش البلان. دونك الا كانت عندك الارض ديالك الملكيه ديالك، فراه الارض راه ما كتمشيش لك ولا شي حاجه، يمكن لك انك دير اعاده الهيكله، تمشي تجيب بلان وتعاود تبني دارك وفق المعايير اللي خاصها تكون في هذه الارض هذه. اما باش انه الانسان يجي يقول لك لا وانا الدار ما هذه، كان جا الوقت باش ان العشوائيه ما تبقاش. دائما كنا كنطالبوا بانه العشوائيه ما خاصهاش تبقى، وعلاش العشوائيه كاينه؟ الان ملي كنحاربوها كنعاود نقولوا علاش كنحاربوها، راه لا يعقل، راه خاص عاوتاني الانسان ما يكونش عندهم انفصام شخصية، خاصنا إلا غنحاربوا العشوائية خاصنا نحاربوها، يعني ما نبقاوش نقولوا علاش هادو، علاش هادو ما يتحاربوش عندهم، علاش هادو، كلشي الآن غتشملوا العملية ديال العدم، جميع المراحل. كاين واحد الإشكال آخر في جامعة العرورة اللي إن شاء الله تا هو غادي نطرقوا ليه، وهو كاين واحد مجموعة من المستغلين ديال الملك البحري، وبانيين أرصفة تما كيستغلوها للمقاهي، وكيديروا الشيشة، وكيديروا واحد مجموعة من الأشياء غير مرخصة. يعني هادو تا هما كنتمناو السيد الوالي انه يعني يتدخل ويحاول انه يقنن هاد المسائل تا هي، لانه كاين ناس عندهم نفوذ اللي كيستغلوا الملك البحري الشاطئ، وكيغلقوا في وجه يعني المصطافين وجه الزوار. دونك شفنا البارح واحد المعاينه مازال ما صورناهاش، دونك غادي نقدروا نطرقوا لها من بعد، ديال واحد السيد نافذ اللي عنده هذيك عنده مقهى تما معروفه، استغل الشاطئ ديال 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 بالضبط في شاطئ سابلدو، كاين مقهى تما اللي كيستغل يعني الرمال ديال الشاطئ ودير بارير، وما عرفناش داك البارير واش هو اللي دايرو ولا دايرها السلطان. المهم كاين استغلال يعني شرس للملك البحري سابلدو. دونك كنتمناو ان الرساله تكون وصلت، وان شاء الله حنا معكم هنا باش نقدروا ننقلوا لكم اي جديد في اقليم عمله تسخيرات تماره خصوص عمليه الهدم، وكذلك عمليه ايواء قاطني دور الصفيح، وان شاء الله كذلك غادي ننقلوا لكم يعني العمارات اللي استفدوا منها الساكنه ديال دور الصفيح. الى هنا ينتهي هذا البث ان شاء الله، في انتظار ان شاء الله اننا نعطيكم بث اخر باذن الله. تحياتي لكم.